ويلي ما حد يحس بالوجع غير بس صاحبي. الصبح قاعد من ورا الوجع. يا يابي يا ابوي اخوي اسناني جاي توجعني وين اروح؟ اشرب لك شاي، اشرب لك حامو، اسوي لك شيء. معود هاك هاي الحبايه وهسه تصير زين. يعني اصير زين؟ راح اعطيك قرنفل ان شاء الله تصير زين. قرنفل وكلت وحبايه وشربت. ايش وقتها تصير زين؟ اخ يا بسلولي بسلولي ها عمو ها 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 عمو بسلولي توجعني. ايش في سنك؟ ايش في شو بالله؟ اي يابا هاي ملتهب. اي عمو اي هي فد مشكله. هاي العياده وصعد لها. سلامتك سلامتك هسه نفحص ونشوف. انا دكتوره رحت لابو شاي طالع شاي وقرنفل ما صار زين. شفت رجال بالشارع طالع حبايه وهم ما صار زين. دكتوره لو رايح لابو التاكسي كان انحلت مشكلتك. وين؟ اروح لابو تاكسي ليه سني وجعني. دقعد دقعد انت صدقت؟ ها دكتوره حمود؟ هذا سنك يراد لحشوه. لا دكتوره كل شيء ولا الحشوه. لا عاد لازم اقلع لك السن. لا لا دكتوره بدون عينك ما اريد اقلع. لا عاد شو تريد ما تقول لي؟ دكتوره انا جيت عن متطين هاي الحبه اللي اخليها على السن واصير زين. انت تعرف بالطب؟ طبعا انت خريج يا كليه؟ خريج شنو؟ هو ليش ما اجي للدكتور مال اسنان؟ لانه لو حشو لو قلع. يعني انت تسمع كلام ابو الشاي وابو التاكسي وما تسمع كلام الطبيب؟ دكتوره اسال اريد هاي الحبايه فد مره صديق الطانيه ونسيت سني. راسي توم؟ اي دكتوره هم نستعملها لوجع الراس. شنو علاقه الراس بالسن؟ غير كلهم بالوجه. كلهم بالوجه؟ خوش حكي احنا نحكي.